في الثلث الأول من القرن التاسع عشر قامت فرنسا باحتلال الجزائر، وكان أول ما سعت إليه هو ضرب كل ما يحفظ هوية الشعب الجزائري ومقوماته، فبدأت بالمدارس والمساجد حيث استولت على أوقافها وضيقت على روادها، واختارت بعض المساجد في المدن الكبيرة وحولتها إلى كنائس وكاتدرائيات. كما فعلت بمسجد كيتشاوا حيث قامت بتاريخ 18 ديسمبر من عام 1832 بتشويه شكله ثم تحويله إلى كاتدرائية أطلقت عليها اسم القديس فيليب. ثم قامت بإحداث مدارس تجبر الأهالي على تعلم لغتها ودراسة تاريخها، واستمر الحال على ذلك سنين عديدة. وبعد 5 عقود من الاحتلال انتشر الجهل واستشرت الأمية التي مست أغلب أطياف المجتمع الذي أصبح أكثره لا يعرف القراءة ولا الكتابة، كما تشرد الأطفال وضاع الأولاد وانتشر الفقر وكثرت البطالة، ولم يسلم من ذلك التضييق والتجهيل إلا بعض المدارس والزوايا الصغيرة المتفرقة في الجبال والبوادي والأرياف التي حافظت على دورها في التعليم والتثقيف. في مثل هذه البيئة ولد الإمام الشيخ محمد البشير طالب الإبراهيمي. الشيخ البشير ولد بعد 60 سنة من البلاء المبين اللي هو الاستعمار الفرنساوي. الاستعمار الفرنساوي جانا في 1830 في جوان، أول معركة في 19 جوان 1830 في سطاوالي، والشيخ البشير ولد في جوان 1889. العظمة في هذه الشخصية أنها نبتت في مجتمع، في بيئة، في محيط كان الجهل هو السائد في ذلك الوقت، وكان التخلف هو السائد ذلك الوقت، وكان الاحتلال ونتائج الاحتلال على المجتمع هي السائدة في ذلك الوقت. رغم هذه العقبات وهذه الصعوبات نبغ الشيخ ليكون مميزا في عقله وفي علمه وفي شخصيته وفي تكوينه، متحديا كل تلك الصعاب وكل تلك التحديات. أيها المسلمون، أفرادا وهيئات وحكومات، لا توالوا الاستعمار، فإن موالاته عداوة لله وخروج عن دينه، ولا تتولوه في سلم ولا حرب، فإن مصلحته في السلم قبل مصالحكم، وغنيمته في الحرب هي أوطانكم. كانت حياة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي حافلة بالأحداث من يوم ولادته إلى ساعة وفاته. حياة الشيخ محمد البشير طالب الإبراهيمي زاخرة بالأعمال. هو من مواليد يوم الخميس 13 جوان 1889، في الهجري 1306 شوال، وهي نفس السنة التي ولد فيها رائد النهضة الجزائرية وصديق دربه الإمام عبد الحميد بن باديس. هو أكثر من بن باديس، الناس تحسب بن باديس أكبر، ولكن بن باديس أصغر من الشيخ البشير الإبراهيمي بحوالي 5 شهور، لأنه بن باديس في ديسمبر والشيخ البشير في جوان. وقد عرفت هذه السنة بأنها سنة العباقرة والمشاهير والمفكرين لكثرة من ولد فيها. ونلاحظ أن السنة التي ولد فيها وهي 1889 تعتبر هذه السنة سنة مباركة، سنة خصبة، ذلك لأن كثيرا من العلماء والمفكرين والأدباء والشعراء ولدوا في هذه السنة. في الإمام عبد الحميد بن باديس ولد في هذه السنة، والعقاد في هذه السنة، وطه حسين في هذه السنة، وإلياء أبو ماضي في هذه السنة. وقد تتبعت
أرباب الفكر والقلم الذين ولدوا في هذه السنة، فوجدت عددهم كثيرا وكثيرا جدا. ولد الشيخ الإمام محمد البشير في بلدة رأس الواد بولاية سطيف في قبيلة تعرف باسم ولاد براهم، وهي الآن بلدية تتبع لولاية برج بوعريريج، واسم الإبراهيمي مشتق من اسم هذه القبيلة. قال نجله أحمد طالب في مذكراته: كانت أسرتي تحمل دائما اسم الإبراهيمي، مفتخرة بانتمائها إلى قبيلة أولاد إبراهيم. ولد في رأس الواد في عند أولاد إبراهيم. أولاد إبراهيم الآن راهي بلدية، أقرب بلدة كبيرة لهم هي رأس الواد، والآن في ولاية تابعة لولاية برج بوعريريج، في ذلك الوقت كانت تابعة للا سوبريفيكتور تاع سطيف اللي هي تابعة لديبارتمون كونستانتين، ولاية أو عمالة قسنطينة كما كان يسمى. ولا زالت بلدية ولاد إبراهيم إلى حد الآن تحتفي وتفتخر بالشيخ محمد البشير الإبراهيمي الذي رفع اسم قبيلتهم، حيث خلدت ذكراه بإقامة معلم له في مسقط رأسه وترميم بيته الذي ولد فيه، كما وضعت صغره على مداخل المدينة وأطلقت اسمه على مسجدها ومركزها الثقافي. ولد الإبراهيمي في عائلة تشتهر بطلب العلم والتعليم والمشيخة، ولذلك لما قررت فرنسا المحتلة وضع الألقاب للعائلات الجزائرية جعلت لقب عائلته طالب، وهو الذي يمتهن التعليم. وأسرته أيضا معروفة بالعلم والمعرفة والخير. عائلته ماهيش عائلة ذات مال، ولكن عائلة علم، ولهذا جاء كلمة طالب، يعني يحترفون حرفة الطالب اللي هو يقري العلم. قال أحمد طالب في مذكراته: وحين قررت فرنسا في نهاية القرن التاسع عشر أن تفرض الألقاب على كل الجزائريين ظهر اسم طالب. كيف تم ذلك؟ كان ضابط الشؤون الأهلية يقرر إطلاق أسماء المهن والعاهات وظروف اللحظة على العائلات، فيسميك حداد أو نجار إذا كان رب العائلة حدادا أو نجارا، لعور أو لعرج إذا كان أعور أو أعرج، ببقرة إذا كان يملك بقرة. وسميت عائلتي طالب لأنها كانت عائلة من المعلمين، فالطالب في عاميتنا يعني معلم المدرسة. نشأ الشيخ طالب محمد البشير مثل كل أطفال أهل القرية الذين دأبوا منذ القدم على إرسال أبنائهم إلى الكتاب للتعليم وحفظ القرآن، وكان كل ذلك تحت إشراف عمه الشيخ المكي الإبراهيمي. قال الشيخ البشير الإبراهيمي في سيرته الذاتية التي خطها بيده كما في الآثار: نشأت في بيت والدي كما ينشأ أبناء بيوت العلم، فبدأت تعلم وحفظ القرآن الكريم في الثالثة من عمري على التقليد المتبع في بيتنا الشائع في بلدنا، وكان الذي يعلمنا الكتابة ويلقننا حفظ القرآن جماعة من أقاربنا من حفاظ القرآن، ويشرف عليها إشرافا عاليا عمي شقيق والدي الأصغر الشيخ محمد المكي الإبراهيمي، الذي اهتم به بتربيته وتعليمه إنما هو عمه الشيخ المكي الإبراهيمي المتوفى سنة 1903. هذا الرجل كان له الفضل الأكبر على هذا الطفل في ذلك الوقت. كان عمه لاحظ في هذا فاستغل هذا النبوغ اللي فيه، أعطاه يعني حفظه من الشعر ومن الشواهد ومن المتون في جميع العلوم المعروفة في ذلك الوقت. علمه القرآن، فحفظ القرآن وعمره 8 أو 9 سنوات، وحفظ المتون وكثير من الأشعار والكتب اللغوية التي جعلته
أفصح واحد في القرن العشرين في ذلك الوقت. ذكر الشيخ الإبراهيمي في سيرته: فلما بلغت 7 سنين استلمني عمي من معلمي القرآن وتولى تربيتي وتعليمي بنفسه، فكنت لا أفارقه لحظة، فحفظت فنون العلم المهمة في ذلك السن مع استمراري في حفظ القرآن، فما بلغت 9 سنين من عمري حتى كنت أحفظ القرآن مع فهم مفرداته وغريبه. واظب الشيخ الإبراهيمي بكل جهد ونشاط على حلقات العلم والتحصيل إلى غاية سنة 1903، وهي السنة التي توفي فيها عمه وشيخه ومعلمه الشيخ محمد المكي الإبراهيمي. عندها خلفه على كرسي التعليم وهو لم يتجاوز 14 سنة من عمره. أنا يعني في حدود يعني اطلاعي يعني اليسير أو اطلاعي الضيق، ما علمت أن أحدا جلس على كرسي الأستاذية وهو ابن 14 سنة إلا الإبراهيمي. كرسي الأستاذية مش كرسي الوعظ والإرشاد. مارس ما كان يمارسه عمه اللي هو التدريس، حيث وجدنا رسالة نشرناها في العدد الرابع من مجلة الموافقات اللي كانت تصدر في أصول الدين في جامعة الجزائر، رسالة بعثها إلى أحد أصدقائه نسيت اسمه، يقول له الآن إنني أمارس تدريس المختصر، مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في الفقه المالكي. قال الإبراهيمي: مات عمي سنة 1903 ولي من العمر 14 سنة، وأمرني أن أخلفه في التدريس لزملاء الطلبة الذين كان حريصا على نفعهم، ففعلت، فتصدرت دون سن التصدر، وأرادت للأقدار أن أكون شيخا في سن الصبا. لما مات عمه الشيخ المكي ترك طلبة كبارا، ولم يكن البشير قد بلغ إلا 14 ربيعا، فما وجدوا أحدا يتم برامج الشيخ المكي، وكان علامة خاصة في اللغة. من الذي خلف على كرسي الأستاذية؟ خلفه ابن أخيه. بعد وفاة عمه مباشرة انطلق الشيخ البشير الإبراهيمي في مرحلة التعليم والتدريس، حيث حمل على عاتقه مهمة إعطاء الدروس والشروح لزملائه في الطلب. وما إن وصلت سنة 1908 حتى قرر والده الهجرة إلى المشرق هروبا من ظلم المستعمر الغاشم. هاجر والده الشيخ السعدي الإبراهيمي إلى المدينة المنورة 1908 تقريبا. لظروف لا تتحدث عنها كتب التراجم غادر والده المنطقة باكرا إلى بلاد الحجاز، وبعد فترة التحق به الابن محمد البشير في حدود 1911. في سنة 1911 قرر الشيخ البشير الإبراهيمي الهجرة والالتحاق بوالده في المشرق. قال في هذا الشأن: واخترت المدينة المنورة لأن والدي سبقني إليها سنة 1908 فرارا من ظلم فرنسا، فالتحقت به متخفيا أواخر سنة 1911 كما خرج هو متخفيا، ومررت في وجهة هذه بالقاهرة. انتقل بوسائله الخاصة بعد تكوينه على يد عمه في حفظ الكتاب الله وفي الإلمام بالمتون والفقه وما إلى ذلك، انتقل إلى المشرق ومر على القاهرة وزار الأزهر وحضر بعض المحاضرات أو الدروس التي تلقى من شيوخ كبار في ذلك العهد، واتصل بالشاعر حافظ إبراهيم وكذلك أحمد شوقي. التقى شوقي أسمعه بعض شعره وهو معجب بشوقي كثيرا، والمتنبي في الأقدمين وشوقي في المحدثين، وهذان رمزان من رموز الأدب العالمي مش غير العربي. والتقى بحافظ إبراهيم، الشيخ راشد رضا، يعني مر على حلق الأزهر، ثم وصل مسيرته إلى المدينة المنورة. في أواخر سنة 1911
امتطى الشيخ البشير الإبراهيمي الباخرة من بورسعيد إلى ميناء حيفا بفلسطين، ثم استقال القطار متوجها إلى المدينة المنورة. عندها التقى بوالده، ثم تجول في الحرم النبوي وطاف على حلق العلم في محاولة منه لجمع العلم والتحصيل. في المدينة المنورة مرحلة جديدة في حياته. فالشيخ استقر في طبعا المدينة المنورة، ويقول أنه تجالى أو دار على حلق العلم، وراح من هنا معمر ما يقول لم أزيد، يعني لم أستفد إلا من شيخين اثنين، العزيز هذا الوزير التونسي والعالم عالم هندي. التزم الشيخ الحضور إلى المسجد النبوي، وقرر الاستزادة والتوسع في بعض العلوم التي كان بحاجة إليها، مثل التفسير وعلم الحديث والجرح والتعديل والأنساب والشعر الجاهلي وأمهات الأدب وغيرها. في هذا المسجد النبوي كان يزوره كبار العلماء من أنحاء العالم الإسلامي من الهند وغيرها، فتتلمذ الشيخ بشير الإبراهيمي على هؤلاء، وخاصة الوزير التونسي الذي أعجب به الإبراهيمي، وكذلك أحمد حسين السندبادي الهندي، وكان رجلا عظيما في العلوم الإسلامية وخاصة في علوم الحديث. قال الشيخ الإبراهيمي في هذا الشأن: وبالجملة فقد كانت إقامتي بالمدينة المنورة أيام خير وبركة علي، فكنت أنفق أوقاتي الزائدة في إلقاء دروس في العلوم التي لا أحتاج فيها إلى مزيد كالنحو والصرف والعقائد والأدب، وكنت أتردد على المكتبات الجامعية. ولم يقتصر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي على الدراسة على هؤلاء الشيوخ، بل كان يرجع إلى المكتبات، واستغل وجوده في المدينة التهم، كان عطشان، يعني المكتبات الكتب الموجودة في مكتبات الحجاز. استمر الإبراهيمي على ذلك النحو إلى موسم حج سنة 1913، أين وفد الحجاج من بقاع العالم، وكان من الحجاج الوافدين من الجزائر الشيخ الإمام عبد الحميد بن بديس. في نهاية 1913، يعني سنتين بعد هجرة الإبراهيمي، سيهاجر الإمام الرباني عبد الحميد بن بديس بنية البقاء. قصد ابن بديس الحج مرورا بالإسكندرية والسويس ثم المدينة المنورة، وبذلك جاءت الصدفة أن يلتقي بشقيقه وصديقه في القضية في الإيديولوجية في المعتقد في الوطنية الإمام عبد الحميد بن بديس. عرفوا بعضهم، هذاك من قسنطينة وهذاك من نواحي البرج من نواحي الصيف، وكان القصد هو الحج، ولكن استثمر لقاءهما في الحديث عن الجزائر. عرفه ابن بديس، وعرف أن الرجل يعول عليه علما وعملا. وعندما أكمل الإمام ابن بديس شعائر الحج، أقام عند الشيخ الإبراهيمي ما يقارب 3 أشهر بغرض البحث عن وسائل تمكنهما من رفع الغبن والجهل عن الشعب الجزائري. قضايا 3 أشهر بعد الحج، من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وهما يتدارسان ويفكران في خلاص الجزائر من براثن الاستعمار والقهر الاستعماري، لينتهي إلى مشروع من شأنه أن يحبط المشروع الذي جاءت به فرنسا إلى الجزائر. كان اللقاء بينهما في هذا المسجد: كيف نستطيع أن نفعل شيئا من أجل الخلاص، الخلاص من التبعية، من الأمية، من التخلف، من الجهل، من الاستعمار، وهو أبو هذه المشاكل كلها. اتفق على ما سماه البشير الإبراهيمي عندما كتب متحدثا عن هذه المرحلة، أن نربي الشعب الجزائري على فهم صحيح ولو مع علم قليل، فإنه كان يريد أن يكون رجالا وإن كانوا قليل العلم ولكنهم كثيروا الهمة. الإمام الإبراهيمي
حدثه بشكل راقي جدا وقال له: نحن في أمس الحاجة إلى شبان متعلمين يعلمون أشياء بسيطة لكنهم يعملون كثيرا، قليل من العلم وكثير من العمل. قال: فنحن لسنا في حاجة إلى ملء رؤوس هؤلاء بشقشقة علماء الكلام والصراعات التي تدور بين المدارس الفكرية في العالم الإسلامي، بقدر ما نحن في أمس الحاجة إلى شيء، إلى جيل متعلم قليل من العلم وكثير من العمل. بعد التشاور والتناصح الذي وقع بينهما بشأن أوضاع الجزائر، أيقنا بأنه لا سبيل لإيقاظ الشعب من غفلته وتفجير طاقته وتخليصه من جهله وتقاعسه إلا بالعودة إلى الجزائر، وأبرما على ذلك اتفاقا موثقا. كان الهاجس الذي يسكن الاثنين هو كيف يكون الخلاص، السبل والمناهج الكفيلة بدعم الجزائريين وبمقارعة الاستعمار الفرنسي. وأخذ ابن باديس موثقا من أخيه الإبراهيمي أن يعود إلى الجزائر، لذلك تواعد على أن يبقى الاتصال بينهما في البحث عن كيفية تجسيد هذا الأمل وهذا المطمح. وبابا هو اللي كان شوية حاكمه طبعا، هذه إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض كما قال أبو تمام، لا يريد لابنه أن يعيش تحت الضغط الفرنساوي والحجران تاع الكولون وكذا. إذن فقال له يعني: إن عندما يأذن لي أبي سأعود إلى الجزائر. قال الشيخ الإبراهيمي في هذا الشأن: ورجع الشيخ إلى الجزائر في سنته تلك بعد أن أقنعته بأني لاحق به، بعد أن أقنع والدي أن رجوعي إلى الجزائر يترتب عليه إحياء للدين والعربية وقمع للابتداع والضلال وإنكاء للاستعمار الفرنسي، وكان هذا هو المنفذ الوحيد الذي أدخل منه على نفس والدي ليسمح لي بالرجوع إلى الجزائر. وأضاف قائلاً: وشرع الشيخ بعد رجوعه من أول يوم في تنفيذ الخطوة الأولى من البرنامج الذي اتفقنا عليه، ففتح صفوفاً لتعليم العلم واحتكر مسجداً جامعاً من مساجد قسنطينة، فما كاد يشرع في ذلك ويتسامع الناس به حتى انهال عليه طلاب العلم من الجبال والسهول إلى أن ضاقت بهم المدينة. رجع الشيخ عبد الحميد باديس وبدأ معركته بعد العودة مباشرة في التعليم في الجامع الكبير، ثم أطفئت عليه الأنوار من الجماعة اللي كانوا يمشيوا في حزب فرنسا، فوالده جاب له الرخصة باش يدرس في جامع الأخضر. المهم بدا الشيخ بن باديس معركة ثم تاع العلم والثقافة وإيقاظ الضمائر وتنوير الأذهان. هنالك بدأ يؤسس إلى فعل الخير والخيرات، حيث بدأ يدرس أكثر من 16 ساعة بين الليلة واليوم. بعد ذهاب ابن باديس كثف الإبراهيمي من نشاطه التعليمي في المدينة، وما لبث أن استطاع مع كثرة العلماء الحاضرين آنذاك أن يحتجز لنفسه كرسي التدريس في المسجد النبوي. الإمام الإبراهيمي كانت له حلقة في المسجد النبوي، وهل يتصور أن واحدا في مثل سنه وهو ما زال يعني في ريعان شبابه في ريعان فتوته يستطيع أن يكون له كرسي درس في المسجد النبوي؟ لولا أن الرجل كان يتدفق علما كان بحرا لا ساحل له. استمر الإمام الإبراهيمي في التعليم وإلقاء الدروس إلى سنة 1917، أين اشتدت أوضاع المدينة جراء الحرب التي قامت، فقرر الانتقال إلى دمشق وهي التي كانت موطنا لكثير من علماء الجزائر. دمشق في هذه المرحلة نقدر نسميها عاصمة العلماء الجزائريين، فيها آل المبارك، فيها الشيخ طاهر الجزائري، وآل الأمير عبد القادر، آل الخضر حسين خوه زين العابدين، وعلماء آخرين. فكانت منارة
تنير بعلماء الجزائر على منطقة الشام، كنقول الشام، سوريا، لبنان. ما كانش لبنان دولة في ذاك الوقت، ما كانش فلسطين دولة، ما كانش العراق دولة، ما كانش الأردن، كاين الشام. قال الشيخ الإبراهيمي موضحا سبب انتقاله إلى دمشق. ولما جاءت سنة 1917 أمرت الحكومة العثمانية بترحيل سكان المدينة كلهم إلى دمشق بسبب استفحال ثورة الشريف حسين بن علي، فكنت من أوائل المطيعين لذلك الأمر، وخرجت مع والدي إلى دمشق في شتاء سنة 1917. ولكن الظروف في ذلك الوقت كانت صعبة. الثورة التي قام بها حسين الشريف في المدينة المنورة، فانتقل من المدينة المنورة إلى دمشق في عام 1916، وهنالك دخل في مرحلة جديدة. هنا بدأت الملامح الزعامة العلمية كما سماها الشيخ البشير الإبراهيمي تبدو على الشيخ البشير. وما إن وطأت قدماه مدينة دمشق حتى تهطلت عليه الزيارات، ولم يجاوز الشهر حتى بدأ بإلقاء الدروس والتعليم. قال الشيخ الإبراهيمي: ما لبثت شهرا حتى انهالت علي الرغبات في التعليم بالمدارس الأهلية، فاستجبت لبعضها، ثم حملني إخواني على إلقاء دروس في الواعظ والإرشاد بالجامع الأموي. والشيخ البشير درس في أرقى مدرسة في دمشق في ذلك الوقت، مكتب عنبر، كما طلب منه أن يدرس الحديث النبوي الشريف في المسجد الأموي. قضى الإبراهيمي 4 سنوات كاملة في المدرسة السلطانية بدمشق، وهنالك كانت له لقاءات مع أعلام بلاد الشام. انتشرت سمعة الشيخ، التف حوله، كان ينشط في المحافل الأدبية. وصل الإبراهيمي جهوده في التعليم والتدريس إلى سنة 1918، أين اندلعت الحرب في دمشق وأدت بالقوات العثمانية إلى الانسحاب، آذنة بانتهاء عصر سوريا العثمانية، لتستقر مكانها قوات من جيش الثورة العربية. كانت قوات الشريف حسين دخلت إلى وأنشئت ما يسمى الحكومة العربية في دمشق، يرأسها الأمير سعيد حفيد الأمير عبد القادر. في سنة 1919 قرر الشيخ الإبراهيمي عقد قرانه، فتزوج بامرأة تونسية المولد تركية الأصل، كان قد تعرف على عائلتها في المدينة المنورة. وفي شهر مارس 1920 تم تنصيب فيصل بن الحسين ملكا على سوريا التي كانت تعني آنذاك كامل بلاد الشام، والذي التقى بالشيخ الإبراهيمي وعرض عليه منصب إدارة المعارف في المدينة المنورة. الأمير فيصل بن الحسين عرض على الإمام الإبراهيمي أن يتولى إدارة المعارف بالمدينة المنورة. أمير فيصل بن الحسين تاع الحجاز يعرف الشيخ البشير، قال له: ولدي تولي الحجاز الآن باش تتسلم مهمة المعارف، كأنه وزارة التعليم ولا. ولكنه لم يقبل، سوفه، لأنه لم تعجبه في ذلك الوقت ما يقوم به شريف حسين من السير مع الإنجليز في مناهضة الخلافة التركية أو الدولة العثمانية. الشيخ البشير ما كانش مليح معاه، ما كانش عاجبته السياسة نتاع شريف حسين، هذا اللي يبيع نفسه إلى الإنجليز أو إلى الأعداء ما لا يرجى خير منه، فرفض. رفض الشيخ الإبراهيمي العرض الذي قدمه الملك شريف حسين. ثم بعد معارك كبيرة استطاعت القوات الفرنسية في شهر يوليو من سنة 1920 الدخول إلى سوريا، لتعلن في شهر سبتمبر دولة دمشق المصغرة ضمن خطة الانتداب الفرنسي لتقسيم سوريا إلى دويلات. عندها قرر الشيخ الإبراهيمي العودة إلى الجزائر.
الشيخ البشير بعد شويه لقى الفرنساويين اللي هرب منهم في الجزائر لقاهم في سوريا، جاوا لحقوا حتى سوريا. فالشيخ البشير كان والده توفاه الله ومن توفاه من اهله، فقفل راجعا الى الجزائر تنفيذا لموعدة وعدها اخاه ابن باديس. لم يبقى الا 3 سنوات 4 في دمشق، وقرر ان يعود الى الجزائر، وعاد الى الجزائر 1920. عودة الابراهيمي الى الجزائر هي جزء لا يتجزأ من الميثاق الغليظ الذي التزم به الشيخان في أن يعود بن باديس أولا ثم يلتحق به الإبراهيمي ثانيا. فرح بن باديس بعودة الإبراهيمي، لقيه إلى تونس مرتين، يذكر الشيخ البشير الإبراهيمي هذا الكلام في آثاره، بأن الشيخ لقيه إلى تونس فرحا بمقدمه وقال له راني لقيت الساعد القوي الذي الأمين، سنشد عضدك بأخيك كما قال ربي سيدنا موسى عليه السلام. ومباشرة مع نزوله إلى الجزائر أدرك العمل الكبير الذي قام به الإمام بن باديس في قسنطينة. قال الإبراهيمي في هذا الشأن: ورجعت إلى الجزائر فلقيني ابن باديس بتونس وابتهج لمقدمي أكثر من كل أحد لتحقيق أمله المعلق علي، وزرته في قسنطينة قبل أن أنقلب إلى أهلي، ورأيت بعيني النتائج التي حصل عليها أبناء الشعب الجزائري في 4 سنوات من تعليم ابن باديس، واعتقدت من ذلك اليوم أن هذه الحركة العلمية وأن هذه الخطوة المسددة التي خطاها ابن باديس هي حجر الأساس في نهضة عربية في الجزائر، وأن هذه المجموعة من التلاميذ التي تناهز 1000 هي الكتيبة الأولى من جند الجزائر. في هذه المرحلة عاد إلى الجزائر وكأن الله وفقه وأرسله للتعاون مع ابن باديس لإحداث نهضة في هذه البلاد. عاد الإبراهيمي واستقر بمدينة رأس الواد ولاية سطيف، واستطاع أن يحصل على مكان لإلقاء الدروس الدينية وعقد الندوات العلمية. عندما أمكنه أن يعود إلى الوطن ذهب إلى مسقط رأسه بسطيف. استقر في مدينة رأس الواد وسكن في بيت في رأس الواد. بدأ الشيخ البشير يتلمس الأمور لأنه ليس من ورائه ما وراء بن باديس من حماية نتاع الشيخ مصطفى لوالد بن باديس مع وجيها عند الفرنساويين والعائلة كلها، فكان يقدر للرجل موقعها قبل أن يخطو الخطوة. أسس له فضلاء من أهل سطيف مسجدا حرا بعيدا عن سلطة الاستعمار، وهنا بدأ يبث بشكل فردي ما أعطاه المولى سبحانه وتعالى من علوم، ومن هنا بدأت الحلقة الجديدة أو المحطة الجديدة من محطات المنهجية أو وضع المنهجية الدقيقة والعميقة الصحيحة والفصيحة للخلاص مما يعانيه الوطن وكيفية إعداد العدة والاستعداد وتقديم الإمداد لما يمكن من الخلاص في هذا الوطن. بدأ عمله التعليمي فبنى مسجدا ومدرسة. أن شهادات قصائد تشيد بأعمال الشيخ البشير الإبراهيمي في سطيف، لأنه أسس مدرسة عصرية جميلة جدا فيها أبيات قالوها في 1920. فرق الإمام الإبراهيمي بين التعليم والتدريس الذي جعله عملا تطوعيا وبين العمل الذي يسترزق منها، حيث اختار لنفسه مهنة التجارة، منها أنه يحصل بها قوت يومه، ومنها أنه يموه بها على المستعمر الذي ظل يراقبه من يوم أن حط رحاله بالمدينة. كان يحتال أيضا بممارسة بعض الأنشطة التجارية وتحايلا على فرنسا، ومن جهة أخرى نوعا من الطلب، هو سيدنا محمد يقول 19 الرزق في التجارة. كان في الأسواق العامة بمنطقة سطيف يبيع كما يقول الشيخ محمد الهادي الحسني حفظه الله، كان يبيع الشحمة، ولم ينخرط في أي وظيفة من الوظائف.
واظب الإبراهيمي على إلقاء الدروس في المدينة والمدن المجاورة لها، كما انتهز فرصة وجود زاوية في مدينته ليلقي فيها سلسلة دروس في الحديث النبوي. كان سكنه ومكان عمله قريبان من زاوية الشيخ العيساوي، وكان يدرس فيها لمن يحضر. ذكر بعض من حضر أنه درس وختم وسرد صحيح الإمام البخاري في هذه الزاوية العامرة. وبعد سنوات قليلة من العمل أدرك الشيخ الإبراهيمي بأن مدينة رأس الواد مدينة صغيرة وأكثر سكانها من كبار السن، لذلك قرر تحويل وجهته إلى ولاية سطيف بحكم أن مدنها كبيرة وتعج بالشباب. حسب شهادة سمعتها من سي عبد القادر بوحفص أن سي عبد الرحمن بن بيبي وهو من ولاية سطيف كان يتردد على زاوية الشيخ العيساوي ويحضر دروس الشيخ البشير الإبراهيمي، وسي عبد الرحمن بن بيبي طالب من الشيخ البشير الإبراهيمي أن ينتقل من مدينة رأس الواد إلى مدينة سطيف. وربما يكون سبب الانتقال أن الشيخ البشير الإبراهيمي لم يجد الشباب يعني اللي يدرسوا عليه، وجد الشيوخ الكبار، ولهذا يعني رغب في الانتقال إلى وادي سطيف لي يعني يبث العلم وينشئ جيلا جديدا. وهو في سطيف مهتم بنشاطه المتمثل في الدعوة والإرشاد، وإذا بالإمام ابن باديس يفاجئه بزيارة أخوية ظاهرها الشوق والمحبة وباطنها التحضير لجمع علماء الشرق الجزائري في تنظيم موحد للعمل الجاد. وكان على صلة بالشيخ عبد الحميد مديس للتفكير في الوضع وكيف يستطيعان أن ينهض بهذه الأمة. في 1924 الشيخ بن باديس مر على الشيخ الإبراهيمي في سطيف. انتقل الشيخ عبد الحميد بن باديس إلى أخيه في سطيف ليبعثا من جديد الأمل الذي اتفق عليه من قبل. هاي النقطة، شوف المواعيد كيفاش الرجال. قال له أنا أريد أن أؤسس جمعية سماها جمعية الإخاء العلمي لعلماء الشرق الجزائري. والإخاء العلمي له صدى، له يعني عدة معاني، له عدة مفاهيم، وهو من معانيه الأخوة القائمة على العلم، العلم القائم على الأخوة الصحيحة، الأخوة والعلم اللذان يمشيان بتوازن مع بعضهما بعض لتحقيق الهدف المنشود. شوف اللي ما يطبطش، اللي ما يكسر لكش. فقال صاهرت وأوجدت، وهذا كتبها في حياة الشيخ بن باديس. طلب الشيخ عبد الحميد من الشيخ بشير أن يضع القانون الأساسي لهذه الهيئة، وأن يضع لها الكيفية العملية التجسيدية لجمع ما أمكن من العلوم. وجد له القانون الأساسي تاعها وقراه وعجبه بن باديس وكذا، بصح لا الدين والنصيحة. قال له الشعب الجزائري مازال راقد، لازم حتى نخضوه مليح وهزوز نفوس الجامدين ونوقظوا الضمير نتاعو، نحرروا ذهنه، نحرروا روحه. فإذا قال له الشعب راه مازال مخدر، مازال مستعمر، مازال مازال مازال. واتفقوا على خطة، واتفقوا على خطة شرع فيها لتستمر الأمور ويستمر العمل الفردي تدريسا ومحاضرة وتعليما وكتابة. عاد الإمام ابن باديس إلى دعوته وعمله بقسنطينة، فيما بقي الإمام الإبراهيمي في ولاية سطيف، خاصة في مدينة رأس الواد، حيث جعل أكثر نشاطه منصبا على التعليم، الدعوة، ونشر الخير، والإحسان للمحتاجين. لذلك شارك مع جماعة من أعيان مدينة رأس الواد بتاريخ أوت 1925 في إنشاء جمعية أطلق عليها اسم جمعية الإحسان لإسعاف المحتاجين برئاسة الشيخ الصويلح السعيد بن العيساوي رئيس الزاوية مع نائبين، وكان كاتبهما العام
هو الشيخ طالب البشير الإبراهيمي. في سنة 25 يعني قام بعض الأعيان قاموا بتأسيس جمعية خيرية أطلقوا عليها اسم الإسعاف الخيري، كان رئيسها الشيخ سعيد بن العساوي شيخ الزاوية، وكان كاتبها العلامة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، وهذه يعني عندها سجل خاص بها موجود. جاء في سجل جمعية الإحسان لإسعاف المحتاجين أن غرضها أن تستعمل جميع الوسائل التي يمكن استعمالها لإعانة البؤساء وإسعاف المحتاجين والعائلات الكثيرة العدد ذات الحاجة ولتنشيط الشغل. في هذه الأثناء كان الإمام ابن باديس قد ركز نشاطه في ولاية قسنطينة، واستطاع في شهر جويلية من سنة 1925 أن يؤسس جريدة ينشر فيها أفكاره وآراءه، أطلق عليها اسم المنتقد. وابن باديس في ذلك الوقت قد أصدر جريدة المنتقد 25، فأوقفتها السلطات الفرنسوية بعد صدور 18 عددا منها، فأصدر جريدة أخرى سماها الشهاب في نفس السنة يعني 1925 واستمرت. حاول الإمام ابن باديس إقناع الشيخ الإبراهيمي بضرورة المساهمة في جرائده المنتقد ثم الشهاب، ولكن إلى ذلك الوقت لم يكن الإبراهيمي مهتما بالكتابة. ولا يزال الشيخ عبد الحميد بن باديس يستفزه ليكون كاتبا في المنتقد أو كاتبا في الشهاب، ولكنه كان مقلا، علمه لم يكن في قلمه ساعتها. كان الإمام ابن باديس مركزا نشاطه على ولاية قسنطينة، والشيخ الإبراهيمي على ولاية سطيف وما جاورها، وكان الشيخ الطيب العقبي الذي عاد إلى الجزائر من الحجاز سنة 1920 مركزا نشاطه أيضا على ولاية بسكرة، ثم التحق هذه السنة 1925 كل من الشيخ محمد السعيد الزاهري والشيخ محمد خير الدين والشيخ مبارك الميلي لينضموا إلى الجماعة العاملة، ثم في سنة 1927 عاد الشيخ العربي تبسي إلى الجزائر والتحق بالركب. ومباشرة بعد اكتمال عددهم قام الإمام ابن باديس في سنة 1928 بدعوتهم إلى عقد اجتماع في ولاية قسنطينة لدراسة الحالة الراهنة والتعاون على إنقاذ الشعب قبل فوات الأوان. أنت لا تستطيع أن تتكلم عن ابن باديس إلا إذا نوهت بهؤلاء الرجال الذين أحاطوا به وقد ساغهم القرآن الكريم صياغة نادرة، ويأتي على رأسهم الإبراهيمي ثم الطيب العقبي ثم بعد ذلك شخصيات راقية من تلاميذ ابن باديس، وأولهم وآخرهم هو الشيخ مبارك الميلي، وطبعا إضافة إلى هؤلاء الصحب كما يحب الإبراهيمي أن يسميهم هو الشيخ العربي التبسي رحمة الله على الجميع. الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي كان هو القطب في مجلة الشهاب التي كان هو يشرف عليها، كانت مجلة الشهاب نادي للقاء المواهب والعلماء الذين كان يبث فيهم هذه العملية، عملية إنشاء الجمعية جمعية العلماء، فكانت الفكرة ناضجة. جاء لقاء سنة 1900 في قسنطينة، في قسنطينة في تجمع أو المجموعة سموا رواحهم لقاء الرواد، شيخ بن باديس، شيخ الإبراهيمي، شيخ الميلي، شيخ التبسي، شيخ خير الدين، وألقى فيهم بن باديس خطابا مؤثرا إلى أبعد الحدود، وحذر من أن يحصل الجزائر ما حصل للأندلس للفردوس المفقود. المهم زادوا تداولوا قضية الجزائر كيف ننهضوا، كيف متفقين على أنه لا بد من نهضة علمية، واتفقوا على خطة شرع فيها لتستمر الأمور ويستمر العمل الفردي تدريسا ومحاضرة وتعليما وكتابة، والهدف المنشود هو كيفية إنقاذ الوطن من هذا البعبع الذي
يكمن وبناء بكلكله على هذا الوطن وهو الاستعمار الفرنسي. في سنة 1928 قام الإمام ابن باديس بدعوة هؤلاء المشايخ في مكتبه في الشهاب. قال الشيخ محمد خير الدين في مذكراته واصفا الحال: في عام 1928 تحقق عزم ابن باديس ووجه دعوته إلى الطلاب العائدين من جامع الزيتونة والمشرق العربي الذين رأى فيهم مقدرة واستعدادا للعمل في سبيل الدين والوطن، ولبى دعوته الشيخ محمد البشير الإبراهيمي والشيخ مبارك بن محمد الميلي والشيخ الطيب العقبي والشيخ العربي تبسي والشيخ السعيد الزاهري وكاتب هذه المذكرات الشيخ محمد خير الدين. واجتمع هؤلاء الرواد برئاسة الشيخ عبد الحميد بن باديس في مكتبه المجاور لمسجد الأربعين شريفا بقسنطينة، وكانت مشاعر المجتمعين تفيض حماسا وعزيمة صادقة واستعدادا للتضحية في سبيل الله والوطن. انتهى اللقاء واتفق علماء الرواد السبعة على وضع خطة عمل تتألف من 7 نقاط، هي تكوين لجنة للتسيير والتنفيذ، الشروع فورا في إنشاء المدارس الحرة لتعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية، الالتزام بإلقاء دروس الوعظ لعامة المسلمين في المساجد الحرة، والجولان في أنحاء الوطن لتبليغ الدعوة الإصلاحية لجميع الناس، الكتابة في الصحف والمجلات لتوعية طبقات الشعب، إنشاء النوادي العربية للاجتماعات وإلقاء الخطب والمحاضرات، إنشاء فرق الكشافة الإسلامية للشباب في كافة أنحاء البلاد، العمل على إذكاء روح النضال في أوساط الشعب لتحرير البلاد من العبودية والحكم الأجنبي. بعد انتهاء اللقاء تفرق المشايخ وعاد كل أحد إلى ولايته ومكان عمله ونشاطه، وأصبح الشيخ الإبراهيمي بعد ذلك اللقاء أكثر نشاطا وحيوية. أحيانا تجده في قسنطينة لزيارة صديق دربه الإمام ابن باديس الذي طلب منه وأصر عليه أن يشارك بقلمه في جريدة الشهاب، فاستجاب لذلك وبدأ بإرسال بعض المقالات.